دكتور مهند، كما سألت، الجولة السياحية التي تأتي بالتوازي مع انعقاد المؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكيف ترسخ هذه الجولة من خلال زيارتكم لمجمع الأديان والقلعة إلى ترسيخ مبدأ المواطنة ونقل هذه الصورة إلى الخارج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود يعني باسمي وباسم معهد الدراسات الإسلامية في جامعة مونستر بألمانيا الذي أتشرف برئاسته منذ بضعة سنوات، يعني ننقل رسائل الشكر لمعالي الوزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على دعوته الكريمة وعلى كرمه وكرم الضيافة. بالنسبة لما رأيناه، بالنسبة لما يعني تفضلت به من سؤال، يهمنا جدا، خاصة نحن كأقليات إسلامية في أوروبا في ألمانيا، يهمنا جدا موضوع التواصل الحضاري، التواصل بين مختلف الأديان والطوائف. والذي رأيناه هنا لم يكن نظريا بل أيضا عمليا، رأينا كيف هناك تعايش بين الأديان السماوية الثلاثة وغيرها أيضا من الأديان، كيف أنها تتعايش. ويعني في زيارتنا الآن في جانب المؤتمر رأينا كيف أن في مصر هناك آثار تعود إلى سنوات يعني مؤسسة لهوية مصر التراثية، آثار يعني توضح أن مسألة حوار الحضارات وحوار الأديان ليس شيئا جديدا بالنسبة للثقافة المصرية، بل هو جزء من هوية مصر. وهذا يجعل الرسالة التي نحملها وسوف نحملها إلى ألمانيا وإلى أوروبا أن هنا معقل الحوار، أن هنا في أسس إيجابية للحوار بين الأديان وأسس للتعددية، ونحن نعيش في دولة تعددية أيضا كما نعيش في ألمانيا أيضا في دولة تعددية. فهذا كله سوف ننقله إلى ألمانيا كي يتعرف الألمان الأوروبيين أيضا على أن مصر يعني تشع نورا فيما يتعلق بموضوع الحوار بين الأديان والحوار بين الحضارات. فنشكر جدا أن تشرفنا بالتعرف على هذه الكنوز الموجودة هنا والتي لابد أن يكشف عنها وأن تصل هذه الرسالة إلى أوروبا وإلى العالم أيضا.